احنا برضه بنعمل، بس مش بنعمل ديسكارد، احنا بنضيف اول رقم عشان هنا اتنسى ما ضفناهوش. تمام، بنضيف اول رقم، فهنا هيبقى يطلع لنا الرقم بتاعنا. تمام، 3.145 هو ده الرقم بتاعنا يا شباب اللي طلع، هو ده الإجابة بتاعتنا. لما طلعنا التنس طلعنا 3.145، وهنا طلع لنا 3.145. تمام، في مسائل هتبقى واجب هوم ورك، هديها لكم هبعتها لكم على الجروب. تمام، في حد ليه أي استفسار تاني يا شباب، أو أي حاجة عايز يعلق عليها قبل ما نقفل السيشن بتاعنا؟ شباب معايا؟ ايوه معاك يا باشمهندس، الدنيا تمام الحمد لله. طيب لو في حاجة مش واضحة يا شباب قولولي وانا اعدها لكم تاني. طيب تمام خلاص كده، مفيش يوم الجمعة الجاية، احنا خدناها النهاردة، وان شاء الله على الاسبوع الجديد الاسبوع اللي بعد الجاي هنحدد الميعاد اذا كان جمعة ولا اذا كان يوم تاني غيره. تمام طيب تمام زي الفل. ماشي يا باشمهندس، اوكي اتفضل، تصبحوا على خير، و اي هوب يعني ان انتوا تذاكروا اول باول عشان ما تتراكمش حاجة عليكم. بنعمل كده والله. ماشي يا باشمهندس، اتفضل اتفضل، مع السلامة.